مشروع الملاعب الرياضية في محافظة حمص مشروع رائد، أنجزته الغرفة الفتية في المحافظة GCI بناء على منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع مجلس المحافظة، والتي منحت بدورها الملاعب لتنظيم اللعب للشباب والأطفال وتوفير الأمان لهم مقابل مبالغ مادية رمزية. ملاعب ممتازة بتناسب جميع الطبقات، بالإضافة للموقع، يعني ممكن أي واحد يمر الطريق يشوف قدم يلعب ممكن يجي يلعب، بالإضافة إلى الأسعار كمان كثير مناسبة والبنية، ولكن نرجو أن تتوسع شوي وتكثر شوي الملاعب. عملت يعني دافع للأطفال الصغار تحببهم بالطابي، عملت لهم دافع يعني حب الطابي الصغار. الملاعب هون يعني ما عليها حكي، بس ممكن يعني يضيفون شوية صالات العاب، في كام لعبة انه مو بتفرح بالاحياء هاي اللي هوني، ممكن يحطوا صالة العاب قوى، جري، رمي قوس، سهم، يعني شوية رياضة بس عشان الواحد يخفف عنه، في طاقة بدنا نطالعها بالرياضة. هوني ما في غير لعبتين، كرة قدم وسلة، كمان ممكن كمان اذا بتشوف الملعب كأنه صغير شوي، لو في مساحة اكتر او كان اكبر يعني بنشكر اذا بيسوون هيك. بنشكرهم. وداعا لمثل هذه الصور أين كان يقضي الأطفال والشباب أوقات اللعب بشكل فوضوي في الطرقات والشوارع في حمص بسوريا وما يترتب عنها من مشاكل وحوادث. ملاعب فكرة بلشت في 2007 وقت كانت المفوضية الأوروبية أو المام عم طارحة منحة لينعمل شيء بالمجتمعات المحلية بإدماج الجمعيات الأهلية مع القطاع العام. اللي صار إنه إحنا قدمنا على هالمنحة، كان هدفنا أن نبني ملاعب بأحياء حمص الأكثر كثافة سكانيا. الهدف من هالملاعب إنه تضب الأولاد ببيئة آمنة، تأمن لهم بيئة آمنة ليقدروا يلعبوا بدل ما يكونوا عم يلعبوا بالشارع. والحمد لله ربحنا المنحة نحن وشيدنا 4 ملاعب بحمص. ظروف أخرى صار يقضي فيها هؤلاء الأطفال في جو آخر منتظم من اللعب، أجواء صنعتها مبادرة إنشاء ملاعب لتنظيم الألعاب للشباب والأطفال، مشروع يموله الاتحاد الأوروبي. 4 ملاعب تم إنجازها ضمن هذا المشروع، استفاد منها شباب البلدة، مبادرة استحسنها أغلب الشباب وتستحق التعميم.